مشاهدتنا الكريمة، أهلا بك على متن المركبة الفضائية صاموال 2024. تبلغ درجة الحرارة الداخلية 25 درجة. نتمنى أن تستمتعي معنا بهذه الرحلة. دعني أخبرك كيف أطاعني الحجر. سعاد عسلة، مرحبا بك سعاد. الله يسلمك. وش راكي؟ الحمد لله. وش راكي مع الصحة مع رمضان؟ الحمد لله. اليوم جبتك صايمة، معليش. معليش، رمضان هو فيه البنة تاع الخدمة تاع الخرجة تاع، صح؟ نيشان، صح. أول حاجة راح نبداو بها سعاد اليوم، أبدأ بك تلبسي لي طابلية، لأنه سعاد اليوم حطيبي لي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نلبسو طابلية. بسم الله. عبالك سعاد؟ نعم. الدخلة تاعك جاتني كيما نهار افتتاح الألعاب العربية الدورة 15. إيه. كيف كيف ولا ماشي كيف كيف؟ كيف كيف؟ لا هذا افتتاح فضائي. كيف كيف؟ كانت سهرة مميزة. كانت سهرة مميزة، كان افتتاح رائع عالمي. رائع عالمي، والحمد لله هنا إعجاب الجميع. الحمد لله. الحمد لله. شرفنا الجزائر في العالم. الحمد لله شرفتينا، ما أنت شرفتينا، كان افتتاح رائع. الحمد لله، شكرا. ما عليك غير تفضلي حتى للطرف باش تغسلي يديك. بسم الله. طيبوا. بسم الله. إذا نغسلوا يدينا، نمسحوا بابي بكوتكس، وراني حبتك شوية تعطرينا الجو بالأمبيسانس. ساسون بون. عجبتك؟ مليحة. أيوا. دوك نجوزو البلان دو ترافاي تاعنا، ونشوفوا سعاد واش راح تحضر لنا نهار اليوم. اليوم إن شاء الله راح دير لنا ديك خوكات بالدجاج، اللي حاجة سهلة تقدميها كوصلة في بلاصة البوراك، يعني حاجة اللي تكون خفيفة. وش فيها هاد الوصفة؟ عندنا هنايا صدر تاع الدجاج اللي مفتت، حبة بطاطا مهروسة مغلية طبيعة الحال وهرسناها، نيشان، ملح فلفل الكحل لاشابلوغ البيض الفورماج، يعني وصف يعني مقادير باينة. ونتي تقولي لي واش اكيد نعاونك وانت طيبي لي، واليوم نذوقوا ان شاء الله حنت يدك. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بسم الله. اول حاجه نبداو بها نحكموا غيسيبيون اللي راحين نخلطوا فيها المقادير. المقادير نديروا فيها صدر تاع الدجاج طايب. بسم الله. يعني كما كي تشوفي كل شيء طايب. وي ميم تكوني زعما مثلا قبل بليله درتي صدر تاع الدجاج طيبتي وبقى لك شويه تفتيه تقدري تعاودي تستعمليه، تزيدي له حبيبه تاع بطاطا وانت سلكتي امورك. نيشان. نزيدوا عليه البطاطا اللي مهروسه، نزيدوا عليه مغرفه صغيره تاع لا مارغارين سول اي موراك، جبينه علبه، نديروا مغرفه صغيره باش تعطينا البنه فقط مع البطاطا. ايه تعطي البنه. وي ايه. نص مغرف كبيره. لا ايه. سعاد تحب الماكلة بميد ما ولا تحبيها شوية شوية ولا تحبيها شوية 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 شوية؟ إيه. راح نزيدوا عليهم فلفل الكحل. نغلق هذا. أيوة. نزيدوا فلفل الكحل. وباش نعطيك معلومة أنه الصول باش تتميز أنه 80% كامل دهون ونكهة طبيعية 100%، ما فيهاش الأحماض، ما درناش الحرق كي ناكلوها. غاية. و 80% كلها دهون. دهون. اها. شوية فلفل، شوية ملح. نو الملح ما نديروش. ما ديريش الملح. هذه الخضرة راح نعطيك مكون سحري اللي راح يزيد لنا بنة على بنة، راح يدخل عليك درك ويجيبه لك. ها وجاك المكون السحري. راخ مخوفني هذا، مشي يديني لا بلانيت مارس معاه. لا 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 ما تخافيش، يعطيك غير المكون ويروح. بسم الله. السلام عليكم. شكرا. جومبو، شتي جومبو، مكعب جومبو اللي راح نديروا منه شويه باش يعطينا البنه، وما نديروش الملح لانه نعرفوا ان المكعبات يعني مكعب جومبو بالخصيص فيه الملح. ما نديرهاش كاع. ما ديريش كاع، ديري غير قيس الخلطه تاعنا. ولا درتي كمية كبيرة ديري المكعب كله. خلاص هو نقسم هاد شوية ندير هنا. ديري غير شوية. بالمناسبة حنا رايحين لكوكب زحل. عباك بلي كوكب زحل بزاف شباب. مازال ما زرتهاش.
اليوم راح تزوريه معايا ان شاء الله. بسم الله. قبل ما نبداو نخلطوا مبروك بزاف بزاف بزاف. الحمد لله الناس بشار. الحمد لله. شوفي خطره رحت للبشار هذه راح نحكيها لك. واو والله صبت جمهور كبير كبير كبير. على بالك ما امنونيش، قلت له راني فايته مع ام وليد اختي الكبيره، ما قالت لي ما تحشميناش، قلنا واش نديروا. شوفي نحييهم نهار اليوم ورحت للبشار شحال من خطره، الناس بزاف بزاف كرامة. بارك الله فيك. كرامة بزاف يعني حتى يحشموك والله. حتى يحشموك بزاف. ومرحبا بك عندنا. الله يسلمك. نديروا لك المشوي، نديروا لك الطعام، نديروا لك البلبوله، نديروا لك الملوخيه. شوفي كليت الملفوف تاعكم بنتو. الملفوف يعني حاجه يعني ما كليتهاش في بلاصه واحده اخرى من غير بالشهر حقيقه. الله يسلمك. والاتاي تاعكم هذيك يديروا له قاعده. الله الله. الجمر يعني تطولوا القسطو تاعكم يعني طيبوه، ماشي كيما حنا نوقفوا مع الكانون، انتم لا لا تطيلوا الجمار تريحوا له الجمار ويقعد واحد اون دومي نص ساعه وهو يغلي. ما شاء الله ما شاء الله. بنتو يعني بنتو خاصه يعني ما تسيبيها في حتى بلاصه واحده اخرى ما شاء الله عليكم. ندير لك لاتاي ام والدي. لازم مرحبا. لازم فيها قاعده في السهره. نديروا هنايا في الفضاء. ان شاء الله ان شاء الله كي نفطروا ياذن المغرب. ان شاء الله ان شاء الله. دوكا قبل ما تخلطي لي الخليط نتاعك وي راح تجبدي من تحت ثلاث طباصه باسكو راح نديروا لابانور. ديري البيض، ديري كامل شويه شويه. هذا لا شابلور. لا شابلور جيبي ربي تما خلي البيض خير. ايوا هنايا لا شابلور. اوكي بصح دخلتي الكوزينه شويه روطار. لا لا انايا باش تعلمي طيبي. انايا انا الصغيره في دارنا دخلت الكوزينه من على 20 عام. من تزوجت كان خصني ندخل الكوزينه. صافي حتى جيتي تتزوجي باش تعلمتي. مي كنت صغيره ما كانوا خواتاتي ما الله يرحمها كاع هما اللي كانوا، انا كنت ندير غير الميناج. بصح تعلمت الحمد لله نعرف ندير. شو اول حاجه طيبتيها كي شافي عليها؟ اول حاجه طيبتها هي الطعام. بصح طيبتها ل 12 رقبه صح. ما جاش كاع مليح. ما جاش كاع مليح. لا كنت نستنى فيك تقولي لي جاني. لا 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 لا. ومن بعد كيفاش درتوا ذاك النهار؟ عاودتوا فطور واحد اخر ولا كيفاش درتوا؟ لا هما ما يعرفوش الطعام اللي طيبت لهم، ما يعرفوش، هما ماشي من الجزائر. صافي عن بالهم هذاك هو الكسكس تاعنا. قالوا لي سي مانيفيك سي مانيفيك. بصح انا من دقته ما عجبنيش كاع. خاطر كي سلكتي مزيان ما تحطيش مع الجزائريين. صح. من بعد دركا الحمد لله تعلمت. الحمد لله تعلمت. الحمد لله انسان يتعلم. انسان يتعلم. الحمد لله. نديروا بيضه ولا زوج؟ بسم الله. ايوا زوج بيضات يكفوا. على بالك مع الفضاء وكلش راها شويه عندك شويه برتيج واقيلا. كورتكس هو امامك مسحي به. نخلطوا هذاك البيض مليح. ايوا هكذا باش نوجدوا كلش. حنا ماذا بينا كي ندخلوا الكوزينه نكونوا منظمين. كلشي واجد وي. تنظمي روحك تكملي بالخف. صح. ايه وجاب لي ربي في كامل الميادين ماشي غير طيابه. في كلش وي. ايه تنظمي روحك تعيشي مليح. الباغاسيون هي كل حاجه أهم. كل حاجه. كل حاجه. النظام هو الصح في الحياه. دوك واش ديري؟ ديري لي مقله سخون. مقله. ايوا. وديري فيها شويه نتاع الزيت. اي تما قرعه صغيره بيضه. الزيت الزيت قدام المغارف. لا لا قرعه صغيره 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 ما تبانش كاع. ايه هذه هذيك بيضه. نديرو شويه نتاع الزيت ولا ديريها كامله. ونزيدو معاها مغرفه كبيره نتاع المارغارين باش تعطينا البنه. هذه نعاود نديرها. ايه عاودي ديري لنا في نديرها. هذا رمضان ان شاء الله. نديرو مغرفه كبيره نخلوها تذوب وتسخن. ايوا نعاودو نرجعو لهذاك الدجاج والبيض. واش درنا كامل؟ درنا الدجاج. درنا الدجاج درنا البيض لا شابلور. نشوفو واش هادي يعني دوك تعجنيني الخليط هذاك مليح تعجنيه. بسم الله. ولا حسيتيه شويه جاري تقدري تدي لا شابلور. دوك انت عينك ميزانك لازم تحصلوا على خليط اللي نقدروا نشكلوه كيما حبينا. وكي ديري في المقله ما يتفتحلكش. خلطي مليح. دوك حندير لك فرض فجائي يا سعاد. ديري لي فرض فجائي فضائي.
يلا اعطيني لا غوسيت على المقلاوه. يا انا خاطيني الكاطو، قولي لي اعطيني لا غوسيت نتاع الطعام نتاع صوالح المردود نتاع. صافي بالك انت ما تحبيش تاكلي الحلو؟ لا انا نبغي ناكل الحلو بصح عمري عرفت ما نعرفش ندير الحلو، ما نكذبش عليك. نمدي صابلي حلوه في الدار مسكوتشو. شويه عطيني شويه صالي نقول لك. صالي انتم الناس بالشهر عندكم بزاف وصفات شابين. عندكم عندنا الحريره، عندنا الملوخيه، عندنا في رمضان وش الحاجه سبيسيال يطيبوها خصيصا في بشار؟ في بشار الحريره احنا نقسموا لي غوبا على ثلاثه. نديروا عندنا في المغرب نديروا الحريره مع البوراك مع دي زوغدوف سليطات الفلفله ايتو، من بعد باش ما نتقالوش باش الناس تمشي تصلي التراويح في خاطرها. ولاتاي راهي طيب على الجمر. وفي قبل العشاء نديروا لاتاي، نديروا مكسرات، نديروا كاطو ايتو. من بعد نديروا مين يدخل من الناس تدخل من الجامع من التراويح نحطوا العشاء. الله يبارك. لا العشاء نديروا ان بلا برينسيبال ان بلا ريزيستانس ومع دي سالاد ايتو. احسن حنا هنايا ناكلوا كلش على الطابله، كلشي طابله عامره زلابيه ومحطوطه ناكلوا كلش صايمين ما نجموش ناكلوا بزاف. صح لا طريقه هايله خاص. ومن بعد عندنا السحور ثاني حاجه مهمه، نديروا السفه بالزبيب ونديروها بالمكسرات ما شاء الله. نديروا الحليب الرايب الحليب تاع البقره، واللي يبغي القهوه اللي يبغي فوالا. اصلا السحور مليح و السحور يكون خفيف ويكون خفيف وظريف. الرسول وصى عليه لازم نسحروا، ما دابينا تكون يعني وجبه كامله تمر اللي ما نعطشوش في النهار. دوكا شوفي الى اسكو تقدري تشكليه خبيزات ولا نجم شكله خبيزات؟ تقدري؟ وي ماهوش مطلوق ولا؟ لا ايوا دوكا واش ديري؟ تشكلي خبيزات ديريهم في الفارينه ومن بعد في البيض ومن بعد في لاشابلوغ. شكلينا حبيبات والمقله تاعنا راهي تسخن. احكي لي يا سعاد، اي واحد عنده مطب في حياته وش هو المطب اللي اثر عليك ويعني انضريتي فيه في حياتك؟ ايوا بغيتي تبكيني في الفضاء. لا 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 شوفي انا جيتك تضحكي ونقصر انا وياك. اللي اثر عليا في حياتي وفاة الوالدين يا ربي يرحمهم. الله يرحمهم ويوسع عليهم. الحمد لله خلاوك ما شاء الله. الله يرحم الكرش اللي جابتك. الله يسلمك. الله يحفظك فيك. عليها اللي عنده والديه يتهلا فيهم نحيي كامل اللي عندهم والديهم دعوة الخير واللي ماتوا ربي يرحمهم. الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا رمضان ان شاء الله. واللي مرضى ربي يشافيهم والله يجعلهم من اهل الجنة ان شاء الله. امين ان شاء الله. الدعاء والصدقة. الصدقة هذا واش ينفع؟ لابد منها. لابد. دونك من بعد كديرهم في البيض ديرهم في لاشابلوغ. ايوا كي راني جاياتك شويه ولا اوكي هايله صح والله غير راكي هايله. حسيتك انك منظمه يعني ما كيش اختي قالت لي ما تحشميناش وقيلا نشدك تكملي كاع رمضان دائما طيبي ليك. لا طيب نعاونك انا كل لابرونتي تاعك. ولا نروحوا للبشار واش رايك؟ علميني غنى غير الكاطو وانا واش رايك سعاد نروحوا للبشار؟ والله نمشي خصنا نمشي للبشار كاع صحاب بشار هم توحي راهو باغيين يشوفوك. والله خلاص شوفي الكاطو تاع العيد عليا. صح واش رايك؟ انت طيبي لي الفطور. انا نطيب لك الفطور الحريره اللي بغيتي. الله يسلمك. دوكا واش ديري؟ شويه لاشابلور فوقها باش زيدي خذي راحتك. دوكا رايحه تبقاي تقلي لي كامل هاد لي كروكيت نخليك حتى طيبيهم وتحمريهم من الجهتين. عجبتك لا غوسيت؟ علاش سهله سيها سريعه شوفي مام هاد الوصفه ديري معها اون صوص. شوفي ديري معها اون صوص وانت درتي طبق رئيسي نيشان ديريها بالحميصه بالجلبانه بالزيتون. غير نمشي ان شاء الله ونتمنى ان نعطينا فكره للمشاهد معنا في رمضان يعني يطبقوها. اذا نخليك تحمريهم وطيبيهم من جهتين تلقي لنا شويه الكوزينه ونعاود نرجع لك فيما بعد ان شاء الله. صح ما
ما شاء الله، يعطيك الصحة سعاد. الله يسلمك. الدنيا نقيقية وقيل أشدك كل يوم. الله يسلمك. شوفي دوك ما عليك غير ديريتي لي طبسي. صحة. أيوة خلي روحك شوية، تقدري تخلي روحك شوية. ولا تعطيه لي كامل؟ نعطيه لك كامل، أنا نعاود ندير معليش. لا نخلي ثلاثة ليا. وأنت راكي ديريتي غنيني كشغنية يعني. غني لك غنية. غني لي نعم. نغني لك قدر. غني لي. دعني أخبرك كيف أطاني الحجر، ستجدني بين الكهوف رمزا مغلت يا أثر. ها هنا نجم قد ظهر يحكي مزايا التاصيل والسفار. دعني أروي لك مهد الإنسان خبر، لك بالبرهان لك اللحن فيها أثار. ها هنا نجم قد ظهر يحكي مزايا التاصيل والسفار. ما شاء الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. سعاد احكي لي على شعورك، كيفاش كان هالي مثلتي الجزائر؟ كان شعوري كبير، كنت راه من غنيت في الصطاد وكاع هذوك الشعوب وهاد الأغنيات كان تحكي على السفار وعلى على الصحراء. كنت فريمون مفتخره باش نمثل الصحراء، الصحراء الشابه تاعنا، الصحراء الجزائريه تاعنا. شوفي سعاد يعني جبت حاجه من عندك تروحي تجيبيها وتحكي لي عليها. خلاص بسم الله. يلا روحي جيبيها لنا. انا جبتها من عندك، انا جبتها وتحكي لي عليها. يلا واش تحكينا على السيدي؟ هذا الالبوم نتاع اللمه. اللمه هذه فرقه نسويه كونتها هذه دركا 8 سنين قريب. وين كاين حنايا كنا 12. وعلاه كونت هذه اللمه؟ خاطرش انايا ملي كنت صغيره ما كانت تديني للتاغيت. واحد كنا نمشوا للزاويه كل جمعه النساء يغنوا يتلموا يغنوا يديروا المديح. ما شاء الله. يديروا الحضره يديروا. من بعد كل عام من كبرت كل عام نمشي نزور هذيك 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 الزاويه. ولاحظت النساء يكبروا من يموتوا الله يرحمهم ما كانش الخليفه. صح. من سقسيت بناتهم علاه ما تجوش هنايا الجمعه تلموا وتغنوا وتشربوا لا تعلموا. قالوا لي بلي هاد الغنى ما يعجبناش، هاد الغنى نتاع الكبارات تاع بكري. انا قلبي شويه وجعني خاطرش هاد الغنى عاوني بزاف باش نتحمل الغربه ونتحمل بزاف الصوالح. صح. ملا جاتني ليدي باش نكون هذه الفرقه. مشيت عيطت للنساء كانوا يغنوا في اعراس نتاع خوتي وخواتاتي. وجبت دي 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 جون دي موان جون كيما الحاجه زازه الله يطول لنا في عمرها، عندها 82 عام. نحيوها نهار اليوم. نحيوها الله يطول لها في عمرها والله يخليها لنا. والصغيره عندها 23 عام. الله يبارك. هذه باش بوغ اسيغي لا ترانسميسيون. لا لا مليحة. والحمد لله هذا الالبوم لعبنا كاع في الجزائر فيه. من بعد ديتهم للخارج وفي الخارج لاحظت الناس عجبهم بزاف بزاف. شتي راكي حتكوني السبه باش يعني تنشري هذه الثقافه نتاعنا. الحمد لله. الحمد لله. وين ما نمشوا ندوا العلم نتاعنا، مشينا لابو ظبي، مشينا لاسبان، مشينا لاولوند. الله يبارك لك خير وسفيره. الحمد لله رحنا سفراء نتاع الجزائر وتاع الثقافه الجزائريه. وبهذا الالبوم هاد الغنى عمرها ولات تسجل. جلب هذا الالبوم ثاني الغناء يقعد للاجيال، يقعد يريح ما يروحش لولادنا، يقعد لولاد ولادنا. سعاد على بالي بلي انت كنت صغيره مالك ربي يرحمهم يعني ما خلاوش تدخلي في المجال الفني. نيشان. صح. نيشان. لكن انت دركا بنتك راكي يعني تحبيها تشجعيها باش تدخل المجال. صح. خاطرش المجال الفني تغذية الروح وتغذية العقل. بالمجال الفن يربي أجيال. الفن نقي. الفن مهم 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 بزاف للأجيال. عليها أنا بنتي، كاين بنتي الكبيرة جورناليست دير لاباس بصح هواية، وصغيرة دير لادونس. ما شاء الله ربي يحفظهم لك ان شاء الله يا ربي. درك هذاك الطبق اللي وجدتيه لي راح يجي لعندي راح يختفي. ريحته مليح
بنينه ريحته بنينه. ايه والله كل ماشي رمضان كون دقت. خليكي نفطروا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دوك هذاك الطبق راح يجي لعندي. الطبق تاعك راه عندي. وين مشى الطبق نتاعي؟ راه عندي انا قفله كلش تمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمين مكتفين. هذه حاجه كان هنايا كان هنا وراح كي نقولوا فيه. شوفي الخبيز. ايوا كان هنا وراح. الخبيزات راهم طيبين ما شاء الله محمرين. الريحه راهي تشهي. يعطيك الصحة. الحمد لله اللي ما حشمناش. راني وما حشمتيش اختك شتي؟ الحمد لله. الحمد لله. ضيفتنا الكريمة سنحط بعد قليل على كوكب الأرض. قائدة الرحلة أم وليد وكل الطاقم يتمنون أن تكوني قد استمتعت بهذه الرحلة. إلى اللقاء. ومتشرفة بزاف بحضورك. بارك الله فيك. أنا متشرفة. نشكرك على ظل الحضور نتاعك وأنك جيتيني قصرت معاك. ما من الناس يعني شافوا الجانب تاع السعاد عسلة. وتحية كبيرة للناس بالشر. بارك الله خاصة فيك. خاصة اللي يتبعوني نحييهم بزاف نهار اليوم. الله يسلمك. وراح نشوفك في الليل إن شاء الله في القعدة مع منال إن شاء الله في المول المغرب. تمتعوا يعني بالصوت تاعك. إن شاء الله. ربي يحفظك. بارك الله فيكم وليد. وقعدي دائما هكا وتنتي الله يحفظك وإن شاء الله نجاح. آمين. نجاح لي وليك إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. نشكرك بزاف. أنت خارجة حطي الطابلية. على الطابلة كاين شوكولا ديها من عندي. يعني شكر وتقدير كبير. بارك الله فيك. شكرا. شكرا. ملاقاة الخير إن شاء الله. تبقاي على خير. صحة. شكرا. بسلامة. ولا عجبتك الطابلية ديها؟ طابلية عجبتك ولا تحطيها خليها؟ نديها نديها. هيا بصحتك. نديها الأرض. بصحتك. الله يسلمك. تبقاي على خير. سلامة. صحة. سلامة. شوكولا سول.